الأخ أبو علي يقول: أرجو من الشيخ في هذا البرنامج وهذا المنبر أن يوجه حفظه الله كلمة لتارك الصلاة أو المتساهلين فيها مأجورين. الصلاة هي عمود الإسلام، فالذي يتهاون بالصلاة متهاون بالإسلام، والإسلام لا يقوم إلا على الصلاة، لا مثل البيت لا يقوم إلا على عمود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله جل وعلا قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله ثابتا، حتى ولو كان لا يستطيع القيام والركوع يصلي على حسب حاله. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. فلا تسقط الصلاة بحال ما دام عقل المسلم باقيا، ولكنه يصلي على حسب حاله. نعم.